مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم، نحييكم في حلقة جديدة من ضيف التحرير. شهدت مدينة العيون الإعلان عن ميلاد تنسيقية مغاربية من أجل تنزيل مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وجاءت ولادة هذه التنسيقية خلال الملتقى المغاربي الأول الداعم لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء تحت السيادة المغربية والمنظم من طرف الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية. ويرأس هذه التنسيقية المعارض الجزائري وليد كبير، الذي أكد أن لقاء العيون شكل مجالا للمصارحة والصدق بين الأشقاء المغاربيين الذين يفتخرون بدعمهم لمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي لقضية الصحراء المغربية والنزاع المفتعل حولها. ويأتي إحداث هذه التنسيقية المغاربية في وقت يعرف فيه مقترح الحكم الذاتي إجماعا من قبل المنتظم الدولي، وهو ما تعزز خلال الأسابيع القليلة الماضية بمواقف واضحة وداعمة من إسبانيا، ألمانيا، هولندا وقوى عالمية أخرى. للحديث عن هذا الموضوع رحب باسمكم بالسيد محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، والذي ينضم إلينا مباشرة من مدينة العيون. سيدي أهلا ومرحبا بك. أهلا بك أستاذ مقبل، وشكرا على الاستضافة الكريمة. أهلا ومرحبا بك. بعد زخم عالمي وإجماع من المنتظم الدولي على جدية مصداقية واقعية مقترح الحكم الذاتي، اليوم نشهد التفاتة أخرى لقوى حية لأشخاص لهم مسار سواء أكاديمي أو حتى سياسي ودبلوماسي أو على مستوى المجتمع المدني المغاربي، يجتمعون من دول مغاربية مختلفة هناك في العيون ويؤسسون هذه التنسيقية الداعمة لمقترح الحكم الذاتي. كيف تنظر إلى هذه الخطوة التي تأتي من أصوات حية في مجتمع مغاربي دائما وأبدا لعب المغرب فيه دورا محوريا لتحقيق نهضة جماعية، وإن وضع اتحاد المغرب العربي الكبير في غرفة الإنعاش والكل يعلم الأسباب والمسببات؟ تماما، كان بالفعل في ظل يعني حالة الانسداد الحاصل على مستوى يعني تدبير ملف الصحراء، في ظل يعني تعذر إشراك طرف محوري وجوهري هو الجزائر التي يفترض أنها طرف مباشر في الملف باعتبار تورطها في النزاع وتورطها في تمويل ودعم الانفصال في الصحراء، في ظل هذا الانسداد كان لابد من تدخل العقلاء ومن تدخل يعني الحكماء الغيورين على صالح المجتمعات والشعوب والبلدان المغاربية، الغيورين على يعني المشترك الإنساني والحضاري والثقافي والاجتماعي وحتى يعني الاقتصادي والتنموي للبلدان المغاربية، لأجل تجاوز هذه العقبة الكأداء التي تقف حجر عثرة أمام يعني الاندماج المغاربي، أمام توحد البلدان وتكاملها الاقتصادي. وبالتالي هذا يعني كانت خطوة منتظرة من طرف شخصيات بارزة وازنة، بينهم إعلاميون وازنون، بينهم دبلوماسيون سابقون، وزراء، مثقفون، مفكرون، كانوا لابد من أن يعني أن يطلع هؤلاء بأدوار المنوطة بالمجتمع المدني في ظل يعني تعثر المسارات الرسمية وتعثر يعني الجهود الرسمية لأجل تجاوز هذه العقبة. نعم. الكأداء للأسف هناك بلد طرف في هذا المشكل، يصر على الصعود إلى على شجرة التصعيد. نعم. يصدر بيانات ضد بلد مجاور. سنعود للموقف الجزائري الذي يعني لم يسلم حتى اجتماع تحالف ضد داعش الذي كان هناك في مراكش قبل أيام، لم يسلم من بياناته، وأيضا بعد ذلك كان حديث عن وساطة عربية تقودها المملكة العربية السعودية، ويخرج رمطان العمامرة ليقوم أيضا بتصريحات أخرى تزيد الطين بلة. ولكن قبل الجزائر، لنبقى هناك في أبناء المنطقة المغاربية المجتمعون في العيون منذ أيام، تحدثت عن مستوى رفيع سواء تعلق الأمر بأكاديميين، بإعلاميين، بسياسيين، يعني مثلا وزير الخارجية التونسي السابق سيد ونيس، تحدث عن السيد رئيس التنسيقية الآن الجزائري كبير، هناك مجموعة من الأسماء اللامعة. هل عرفتنا بداية على هذه الأسماء ماذا تمثل في موريتانيا، في الجزائر، في تونس، وأيضا في ليبيا، وفي نفس الوقت ما ميز أشغال هذا الملتقى المنعقد هناك في العيون؟ الذي طرح هو المشترك يعني الإنساني والحضاري كما أسلفت الثقافي ما بين البلدان المغاربية، طرح يعني قيم السلام، قيم الجوار المشترك، قيم احترام وحدة البلدان المغاربية، وقيم يعني التعاون والقيم الإنسانية التي تجمع ما بين هؤلاء هذه البلدان الرئيسية، خاصة هذين القوتين الإقليميتين
البارزتين والهامتين اللتين بدونهما لا يمكن أن تتحقق أي نهضة مغاربية. طرحت أفكار هامة جدا ونقاش يعني حيوي وجاد حول مشكل الصحراء، حول يعني طبيعة هذا المشكل باعتباره يفترض أن يكون شأنا داخليا مغربيا باعتبار يعني خطورة تدخل في الشأن الداخلي للبلدان المغاربية، باعتبار أيضا التداعيات الخطيرة التي تمكن على أن تنجر من خلال دعم طروحات الانفصال وارتباطها بيعني تطرف وبفتح المجال للجماعات المسلحة وللإرهاب وبمجموعة من التداعيات الأمنية والسياسية على المنطقة. في الحقيقة الأمر كان ما طرح هو في شكل أو بآخر هو أيضا تعاطي مع التطورات الإيجابية التي شهدها هذا الملف سواء على المستوى الميداني سواء على المستوى الدبلوماسي أو السياسي أو حتى الأممي. هناك تطورات هامة تجري في الفترة الأخيرة تشكل ما يمكن أن نصفه بيعني انقلاب في موازين القوى. هناك حسم للنزاع لصالح المغرب في الفترة الأخيرة، هناك انتصارات دبلوماسية مدوية، اعترافات بالجملة بالسيادة المغربية على الإقليم، إشادات هامة من دول وازنة بخطة الحكم الذاتي، الولايات المتحدة الأمريكية التي تعترف بالسيادة، إسبانيا وألمانيا، ويعني ما أدراك ما إسبانيا والدور المحور التي تلعبه في الجهود الدولية باعتبارها يعني المستعمر السابق للإقليم. هناك سفارات تفتتح بالجملة في أرقى تجسيد للاعتراف بالسيادة المغربية في مدينتي الداخلة والعيون، ولكن أيضا هناك تطورات ميدانية هامة عسكرية وأمنية منذ السيطرة المغربية أو التأمين المغربي لمعبر القرقرات وما تبعه من مجموعة من التطورات الميدانية النوعية. وبالتالي المجتمع المدني المغاربي اليوم يتعاطى إيجابيا مع هذه التطورات ويساهم من موقعه كشريك في رسم السياسات العمومية وكمساهم في يعني في الدفاع عن قيم السلام، عن قيم الوحدة، عن قيم تضامن الشعوب ويعني التعايش وحسن الجوار واحترام يعني احترام وحدة الترابية لبلدان المنطقة. جميل، اليوم ماذا يعني لكم وأنتم يعني على دراية شاملة وكاملة بتطورات ملف قضية الوطنية الصحراء المغربية؟ ماذا يعني أن يكون هناك أصوات من المجتمع المدني المغاربي، وخاصة ونحن اليوم يعني نعلم بأن المملكة المغربية لطالما كانت طرفا فاعلا في نهضة المنطقة المغاربية وأيضا ازدهار واستقرار شعوب هذه المنطقة، تحث على الوحدة للتفرقة، تتحصر أيضا على واقعنا المعاش في المنطقة المغاربية فيما يخص يعني غياب آليات مفعلة للاتحاد المغاربي من حيث التبادل التجاري، التجارة البينية، أمور كثيرة جدا تهدر ثروات على شعوب المنطقة المغاربية. اليوم حين تتحد هذه الكفاءات من مختلف العواصم المغاربية لتقول بأعلى صوت للعالم أجمع عدالة قضية المملكة المغربية في الصحراء وأيضا مقترح الحكم الذاتي كحل جدي وواقعي يحظى بالإجماع، ماذا يعني اليوم للمملكة المغربية للفاعلين في هذا الملف لأبناء الأقاليم الجنوبية أيضا؟ هو بالتأكيد جهد معتبر، جهد يعني يذكر فيشكر، لا شك أنه أيضا سيفتح المجال أمام مبادرات أخرى من أطراف يعني فاعلة على المستوى المدني والسياسي والفكري ويعني وعلى كافة المستويات، لأنه اليوم حديث عن فرص هائلة تهدر بسبب تعطيل هذا يعني الاتحاد المغاربي، بسبب تعطيل اندماج المغاربي. الاتحاد المغاربي بات مطلبا دوليا، حتى القوى الإقليمية والدولية الأخرى تطالب بإيجاد شريك يعني مفاوض موحد للبلدان المغاربية. هناك مجموعة من الملفات التي المشتركة، البنك الدولي يتحدث عن هذه الفرص المهدرة، عن إمكانية مضاعفة الإنتاج يعني الإجمالي الخام لبلدان المنطقة، عن يعني مضاعفة يعني القضاء على البطالة، على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تتفاوت ما بين بلدان المنطقة للأسف. اليوم إشادة بالحكم الذاتي، لماذا؟ لأن هناك وضعين مختلفين، هناك مقارنة تفرض نفسها يجب أن ينظر فيها، هناك وضع شرق الجدار ويعني متسم بالاضطرابات متسم بنظام شمولي يعني توليتاري ستاليني عسكري تاري في تندوف، مفوض بسلطة مفوضة خارج القانون، يحظر الحريات المدنية والسياسية، يضيق على حريات التنقل، يعني يضيق على معاش من يفترض أنهم لاجئون داخل التراب الجزائري، في مقابل يعني وضع
بالرغم من كل النقاشات المفتوحة والتي بالمناسبة هي ظاهرة صحية وإيجابية، بالرغم من كل حول مواضيع التنمية، حول مواضيع العملية السياسية هنا في غرب الجزيرة، إلا أنه على الأقل هناك تعددية سياسية، هناك تمرين ديمقراطي حقيقي، هناك تمرين حقوقي، هناك يعني تداول سلمي على السلطة، هناك تدريب على يعني الحكم المحلي، هناك نخب صحراوية تشارك في العملية السياسية، هناك مجالس منتخبة منذ يعني تكريس اللامركزية في نهاية في بداية التسعينات القرن الماضي، مرورا بالجهوية الموسعة في دستور 96، مرورا ب يعني الجهوية المتقدمة في دستور 2011، واليوم حديث عن مقترح حكم ذاتي يحظى بمصداقية وبإشادات دولية وبإشادة من طرف الأمم المتحدة ومجموعة من المتداخلين الدوليين. نعم. وبالتالي نعم، إذا سمحتي لي فقط أخذ بعض التصريحات للمؤتمرين هناك في العيون ويمثلون يعني مجموعة بلدان المنطقة المغاربية. إذا تحدثنا عن رئيس التنسيقية التي هي موضوع حلقة اليوم، المعارض الجزائري وليد كبير، يقول بأن جنرالات الجزائر يتحملون المسؤولية عن تأجيج الصراع ما بين البلدين الشقيقين، ويعني بالأمر المملكة المغربية والجزائر وهذين الشعبين اللذين تربط شعوبهما أواصر المحبة، الأخوة، التاريخ المشترك. وقال تمنى أن يعني لا تغلب الطغمة الحاكمة بقصر المرادية أو تغلب مصلحة الجزائر وشعبها على الشعبوية والعبثية السياسية. أيضا من بين ما جاء خلال هذه الاجتماعات والملتقى هناك في العيون، قال أحمد ونيس وهو وزير خارجية التونسي الأسبق أنه فخور بإسناد هذه المهمة له، وأيضا الحكم الذاتي هو الحل الجدي وذا مصداقية ويضمن استقرار المنطقة وتقدم اتحادها المغاربي. أيضا ممن تحدثوا وقدموا تصريحات هناك الفاعل الجمعوي حمدي الطيب، وقال أن مقترح الحكم الذاتي يحظى بتأييد دولي واسع، وتعزز مؤخرا بتأييد أبرز دولتين أوروبيتين معنيتين بقضية الصحراء، تحدث عن إسبانيا وأيضا فرنسا، وقال بأن هذا الملف في طريقه للطي وبأن ذلك من مصلحة المنطقة المغاربية. ماذا يعني اليوم أن تصعد أو تبرز أصوات وازنة شئنا أم أبينا، يعني من الجزائر، من تونس، من موريتانيا، من ليبيا؟ هناك من الليبيين من دعا إلى فتح قنصلية ليبية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية على هامش هذا الملتقى، ونحن نعلم بكل صراحة أستاذ محمد سالم عبد الفتاح، المنطقة المغاربية بدورها لم تسلم من تجديد النخب، هناك تجديد في النخب، واليوم النخبة يعني لم تعد تنطوي عليها تلك الآلة الإعلامية الدعائية لأحلام تعود إلى الحرب الباردة وهي بائدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تماما، اليوم هناك بالفعل خطاب جديد، هناك يعني أصوات جديدة في أوساط النخب المغاربية ترفض هذه حالة القطيعة الغير يعني الغير مقبولة في بمنطق القرن 21، منطق التكتلات، منطق الاندماجات الاقتصادية، منطق يعني قيم السلام وقيم الوحدة والتضامن ما بين الشعوب. وبالتالي هناك بالفعل خطاب جديد بات يلقى أذان صاغية، يتسم بالواقعية، يتسم بيعني العقلانية، يعترف بالأمر الواقع على الأرض، ويعترف بقيم الوحدة ويعني سيادة ترابية لبلدان المنطقة. وبالتالي اليوم رفض لتوظيف هذا الصراع أيضا، لأنه ما يجري للأسف هو توظيف لهذا الصراع لأجل تأجيل النقاشات الحقيقية، تأجيل نقاش حول الديمقراطية، حول العدالة الاجتماعية، حول يعني المطالب الشعبية الحقيقية المثارة في بعض في بلدان المنطقة. يتم تأجيج الصراع للأسف من طرف يعني النظام الجزائري لأجل يعني التحايل على الحراك الشعبي في الجزائر، المطالب بمزيد من الحريات، والمطالب بالتغيير، والمطالب بالعدالة الاجتماعية. وبالتالي هذه الذريعة وهذه يعني الشماعة التي يعلق عليها فشل بعض الأنظمة وبعض البلدان لم تعد تنطلي على أحد. نعم. اليوم هناك من وجد في أنفسه من الشجاعة ومن يعني الموضوعية ومن العقلانية لأن يضع الأصبع
بالضبط على مكمن الخلل. مكمن الخلل هو هذه الصراعات العبثية، هو يعني هذه المطالب الانفصالية التي لا تقف بالمناسبة عند حدود بلد من البلدان التي ستنتقل عدواها عاجلا ماجلا إلى بلدان أخرى. واليوم حديث عن يعني واسع، عن مثلا عن منطقة القبائل وعن حق تقرير المصير في منطقة القبائل أيضا مثلا، بالإضافة إلى جنوب الجزائر ومناطق أخرى. وبالتالي لابد من مواجهة هذا الداء، هذا السرطان الذي يهدد يعني وحدة بلدان المنطقة ويهدد مصيرها ويهدد مستقبلها. نعم، وأيضا يعني مثل هذه التنسيقيات التي تعرف مشاركة وجوه معروفة على المستوى المغاربي، ألا يمكن أن تؤثر على صناع القرار هناك في المنطقة المغاربية، خاصة أن نعلم للمملكة أيادي بيضاء الحمد لله مع الجارة ليبيا التي تعاني من حرب أهلية و أيضا تداعياتها على مدى سنوات منذ سقوط نظام القذافي. نحن نعلم بأن المملكة المغربية يعني لها مواقف مشرفة مع الجارة الشقيقة الصديقة تونس، مع الجارة الشقيقة الصديقة موريتانيا، حتى مع الجزائر نفسها في عز الحرائق الغابات التي عرفتها الجزائر. المغرب تطوع وقدم يد العون لكن ذلك رفض. لا يعنينا هذا الأمر بقدر ما يعنينا اليوم بأن المملكة المغربية يعني تريد الصالح العام والمصلحة المغاربية لكل دول وشعوب هذه المنطقة. اليوم هل من أثر، هل من انعكاسات على قادة هذه المنطقة الذين بصراحة لا زال البعض منهم يقف في منطقة رمادية، وحتى ذلك الحياد السلبي أمام مواقف تاريخية من إسبانيا، من دول أوروبية، من الولايات المتحدة، من تركيا، حتى من مصر الشقيقة. هذه المواقف التي توضحت اليوم فلم يعد مقبولا أن يبقى ذلك الحياد السلبي أو حتى الوقوف في منطقة رمادية من قضية وطنية تتعلق بالصحراء المغربية. هناك لا شك على أنه هناك يعني حجر يعني رمية في هذه البركة الراكدة، وسيحرك هذه المياه الآسنة لأجل يعني إعادة هذه المياه العلاقات لمجراها الطبيعي، لأجل يعني لم يعد مقبول بالفعل هذا الوضع، يعني هذا الجمود في العلاقات، هذه القطيعة الغير مبررة ما بين شعب، في الحقيقة ما بين امتداد لشعب واحد هو هذا الشعب المغاربي، بحدود يعني التقسيم تفرق ما بين الأخ وأخيه، تفرق ما بين يعني المرأة في بعض الأحيان وزوجه في بعض الأحيان في امتداده الطبيعي والاجتماعي والثقافي. هذه الحدود الوهمية لا مجال لي يعني الحديث عنها بمنطق المعاصر، بمنطق العولمة ومنطق التكتلات وإلى آخره. بالتالي بالتأكيد هناك يعني فرض لأمر واقع ينسجم مع الشرعية الدولية، ينسجم مع متطلبات العصر من يعني من اتحاد، من تعايش، من سلام، من تضامن ما بين شعوب المنطقة. اليوم المغرب استطاع أن يفرض نفسه كرقم صعب في معادلة توازنات المنطقة المغاربية وحتى في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. هناك مجموعة من الأوراق التي بات تصب في صالحه في علاقاته سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي. اليوم منصة يعني استثمارية واعدة تنفتح للعمق الإفريقي عبر مجموعة من الأزرع الاستثمارية، تفرض نفسها في معادلة الأمن الغذائي بفضل يعني تنافسية منتجاتها الغذائية في موريتانيا وغيره، تفرض نفسها في معادلة أيضا في المعادلة الأمنية في يعني مجموعة من التحالفات. اليوم هو حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية خارج حلف الناتو، هو شريك يعني ذو وضع متقدم على الاتحاد الأوروبي، هو أيضا شريك مع حلف الناتو، وبالتالي لا يمكن القفز على هذا الرقم الصعب في هذه المعادلة الأمنية والاقتصادية ويعني في المنطقة المغاربية. وحتى الحضور الوازن للمملكة المغربية داخل هياكل أخرى تنظيمية، سواء علاقتها مع دول الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي، مجلس التعاون الخليجي، وأمور وهيئات وهياكل تنظيمية أخرى مختلفة، المغرب يعني يعتبر فيها رقما صعبا. أستاذ محمد سالم عبد الفتاح، بعيدا عن هذا الدعم والتأييد الكبير والواسع، هل شهد الملتقى مناقشة الأوضاع السياسية هناك في مخيمات تندوف، خاصة وأن أعتقد أنه كان من بين من احتفي بهم أيضا هناك في العيون كاتب أردني، رئيس الاتحاد الكتاب الأردنيين والأدباء الأردنيين السابق، الذي ألف رواية
يعني شهدت ربما إشادة كبيرة جدا من الأوساط مغربية مغاربية وحتى عربية، فوضى في حديقة الشيطان على ما أعتقد هذا هو العنوان، وتتحدث عن الحالة الإنسانية عبر شهادات حية لأهلنا هناك في مخيمات تندوف، أي أن المسألة تعدت حتى المحيط المغاربي وأصبح من هو في المشرق العربي يتحدث عن هذه المأساة الإنسانية. هل تطرقتم في الملتقى للأمور الأوضاع الإنسانية للمحتجزين هناك في مخيمات تندوف؟ بالتأكيد هذه الحالة الإنسانية تفرض نفسها، باتت تفرض نفسها على المجتمع الدولي، على يعني القوى الحية المغاربية، على كل يعني ذوي الحس الإنساني المهتمين بالوضع في المنطقة. هذا التمظهر لهذا الصراع العبثي المؤسف يعني للأسف الذي يذهب ضحيته بالمناسبة امتدادات اجتماعية صحراويون بالدرجة الأولى، وامتدادات اجتماعية لمختلف يعني مجتمعات وشعوب المنطقة. الوضع الإنساني لم يعد في مخيمة تندوف لم يعد يعني المغرب والجزائر فقط، بل بات يعني بلدان أخرى باعتبار خلفيات بعض المتواجدين في تلك المخيمات الاجتماعية والمناطقية. وبالتالي كل المهتمين بالفعل يهتمون بهذا، كل المشاركين في هذا المؤتمر أعربوا عن اهتمامهم وأعربوا عن أسفهم لهذا الوضع الإنساني المتردي، ولكن أيضا كما أسلفت أثيرت نقاشات حول أوضاع الحريات المدنية والسياسية، حول يعني مقارنات تفرض نفسها لمن يزور الصحراء ما بين يعني عملية سياسية شكل تحظى بشكل كبير بقدر كبير من يعني التنافسية والتعددية ويعني والمشاركة السياسية هنا في غرب الجدار في الأقاليم الجنوبية، وما بين يعني نظام كما أسلفت ستاليني توليتاري مفوض بشكل يعني خارج القانون ليجب التحايل على المسؤوليات القانونية والأخلاقية التي ينبغي أن تطلع بها الجزائر إجزاء من يفترض أنهم لاجئون داخل ترابها الإقليمي. لا يمكن في القرن 21 نتحدث عن نظام حزب واحد، نتحدث عن نظام توليتاري عسكري تاري يحظر تأسيس الأحزاب، يحظر تأسيس الجمعيات، يحظر حتى وجود مجتمع مدني في مخيمات تندوف. حتى يعني هذه القوى المستقلة حينما تبحث عن شريك للنقاش أو للحوار أو للتداول حول هذا الوضع الاستثنائي الغير مقبول لا يوجد، لأنه هناك نظام حزب واحد، نظام يعني المحافظين السياسيين والعارفات ويعني الخلايا الأمنية والعسكرية يحضر الجمعيات، يحضر الأحزاب، يحضر كل مظاهر التعددية السياسية، كل مظاهر المشاركة السياسية. هناك قيادة ديناصورية منذ 50 سنة يعني تمارس مهام القيادية تجدد لنفسها عبر آليات يعني غير ديمقراطية على الإطلاق، عبر ما تسميه مؤتمرات شعبية. نعم. يعني تحشد واقع واقع مؤلم للأسف أستاذ محمد سالم عبد الفتاح، واقع مؤلم، وأيضا مساندة جزائرية منقطعة النظير تؤدي إلى تأسيم الوضع على مستوى المنطقة المغاربية، بل أكثر من ذلك على المستوى المنطقة العربية بما أنها تفاقم الاختلافات البينية بين الدول العربية. شكرا جزيلا لك محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، كنت معنا مباشرة من العيون، شكرا جزيلا لك. كل الشكر لكم للاستضافة الكريمة. أهلا ومرحبا بك، شكرا لك مرة أخرى، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. لكم أجمل تحية أينما كنتم، وإلى اللقاء.